هو تحويل القبلة تم في شهر شعبان؟ ايوه نعم، في نصف، احكي لي القصة في بقى. نصف شعبان، في ليله النصف دي لسه ما وصلناش النص يعني، ايه؟ نزقها الحلقه اللي انت جايه تبقى عايزنا في نتكلم في ميعاد نص شعبان؟ تحب يعني، لو عايز طيب اقولها لك بسرعه لا اقولها لك. سريعا ونبقى نجود بقى في نص شعبان ونقولها. طيب، هو تحويل القبله جاء للنبي عليه الصلاه والسلام، قيل انه في النصف من شهر شعبان. النبي عليه الصلاه والسلام لما هجر من مكه الى المدينه، وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في المدينه فلقى اكثر الساكنين في المدينه اليهود، وكانوا يتجهون نحو قبله بيت المقدس، فحول النبي عليه الصلاه والسلام وجهته قبله بيت المقدس، يعني راح في اتجاه قبله بيت المقدس ارضاء لليهود واستماله لقلوبهم، وعشان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم الامه ان اليهود هم اليهود، لا يمكن يتغيروا ابدا على مر السنين ولا التاريخ، ومهما تعمل لهم وتمشي على دينهم وتعمل لهم عايزين. فبعد ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فضل حوالي 16 او 17 شهر، وهذا شك من الراوي الذي نقل الحديث، هو مش فاكر هم 16 ولا 17، فلو كانوا 16 يبقى تحويل القبله حصل في نص رجب، ولو كانوا 17 يبقى تحويل القبله حصل في نص شعبان، خلاص كده؟ لكن الذي عليه الجمهور او اكثر اهل العلم ان هو في نصف شعبان. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جاله الامر قد نرى تقلب وجهك في السماء، شايفينك بقى متضايق، كل سجده تسجدها لله في ال 17 شهر وانت عمال تقول يا رب رجعني تاني، لان اليهود استغلوا الفرصه دي ساعتها في المدينه وقالوا ده هو حول عن وجهة عن قبلة آبائه وجه على القبلة بتاعتنا، يبقى بعد كده هيرجع يدخل في الدين بتاعنا، وهكذا إلى أن جاء الأمر من السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، بتقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا شايف ربنا بيسارع في هواك وفي محبتك وبيعمل الكلام ده. فحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهته نحو البيت الحرام، فالصحابة بعضهم كان مات في الفترة اللي كان لسه تجاه بيت المقدس، فقالوا يا رسول الله ما العمل في الذين قد ماتوا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، واعتبر الله سبحانه وتعالى أن الصلاة هي الإيمان. ده ملخص شديد جدا لقصة تحويل القبلة. حبيبة ألو، طيب أحاول أتكلم مرة تانية. طيب أنا عايزة يعني أختم بالأحب الأعمال بقى غير الصيام في شهر شعبان، يعني احنا دلوقتي ربنا بيرفع اعمال السنه كلها في شهر شعبان، نلحق يعني نلحق نفسنا في اخر عندي حاجتين مهمتين جدا لازم نعملهم في شهر شعبان ودلوقتي على طول. اول حاجه صله الرحم، دي حاجه مهمه قوي، صله الرحم، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث لا يدخل الجنه قاطع، وقاطع الرحم هيجي في رمضان هتبقى في ازمه عنده قاطع الرحم، فنحاول نصلح ارحامنا ونحاول نصل ارحامنا ونحاول نصلح ما افسدناه او ما افسده الغير، لا حرج في ذلك، ده في صله الرحم. دي واحد. نمره اثنين قراءه القران، عايزين بقى كل يوم نعمل ورد بقى للقران من دلوقتي، بلاش نستنى لما يجي شهر رمضان ونبدا نقرا القران، مخصمين القران ومهاجرينه طول الشهور دي كلها، فخلينا نعمل الصلح دلوقتي، نعمل ختمه صلح بقى، يعني اللي ما قراش طول السنه يقول انا هعمل الختمه دي بنيه الصلح. على وخلي فكرة بالك أنا فيها أحب خير كبير أشكر من موقعي هذا الناس اللي بتعمل ختمات القرآن. أيوة. في ناس تقعد توقف لك المراكب السيرة وما ينفعش يا عم، ما ينفعش إيه؟ اللي هو مثلا احنا بنعمل ختمة لفلان الله يرحمه، فكل واحد ياخد جزء 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 جزء، ففي ناس تقولك لا ما ينفعش انت اختم لوحدك، في ناس بتقول كده. وفكرة ان يعني هي فكرة الختمة دي انك بتجمع ناس كتير يقروا القرآن، فانا داخلة بقالي فترة كل شوية حد يعني توفاه الله فيقول ايه احنا عايزين نعمل له ختمة، فبمشي معاهم على حسب انا واقفة فين، تاخدي ايه اقول لها طب اخد الجزء العاشر، التانية تقولي طب اخد الجزء التسعتاشر، فالموضوع ده حلو مشجع، وبعدين انت بتبقى ملتزم انك تسلم لها الختمه في خلال يا جماعه هنخلص الختمه دي في خلال اسبوع، فبتبقى ملتزم، فالموضوع ده حلو قوي، وناس بتعمل جروبات وهنعمل مع بعض ختمه، فالحاجات دي اعتقد ان هي يعني بتشجع. دي مسائل النوافل، والنوافل لا حرج في الاجتهاد فيها ان يجتهد الانسان في شيء، فقد قال عبد الله بن رواحه يوما لرجل من الصحابه هيا بنا نؤمن ساعه، تعال اقعد يلا عشان نؤمن ساعه، فقال الرجل الاعرابي للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ان ابن رواحه راغب عن ايمانك بايمان ساعه، يعني عايز يؤمن ساعه واحده، هو الاعرابي فهمها كده، فقال النبي عليه الصلاه والسلام يرحم الله ابن رواحه يحب المجالس التي يحبها الله ورسوله، فهذا مجلس يحب الله ورسوله، فلا حرج في هذا في هذه المساله ان الناس تكتمل
الجامع واتفقوا مع بعض وانت تاخدي جزء كذا وانت تاخد جزء كذا، لا حرج في ذلك، فقد استفاد الانسان من هذه القراءه والله اعلم. طيب يبقى احنا عندنا صله الرحم وقراءه القران، لازم نفكر دول بس نركز عليهم. طيب نفكر الناس انه الصله مش بالمكافئ، انما الوصل اذا قطع. ايوه، انما الوصل اذا قطعت رحمه صلاة، اذا اتقطع الرحم احنا اللي نروح نوصلها، لا حرج في ذلك، لانه دايما الاتصالات بتيجي في كده انه انا مش قادره وكذا وكذا، فهنا صله الرحم اللي فضلت الشيخ بيصي بيها ان احنا نصل الناس اللي مبهدلنا. أيوة. للاسف لا، اللي مقاطعنا بلاش اللي مبهدلنا اتنين.